beserta dengan nama bagi 108 akan membacakan surah Toha ayat 77 dan seterusnya pada halaman 286 paket soal 04 bersiap-siap bagi 106.
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون صدق الله العظيم.